لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سورة الزخرف الآية 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق حتى جاء رسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر. يقسمون رحمة ربك. أهم يقسمون رحمة ربك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورفعنا بعضهم
رحمة ربك خير مما يجمعون ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لم عند ربك للمتقين قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون هذا رد من الله سبحانه وتعالى على المشركين عندما قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون أي وجدنا آباءنا على طريقة الشرك هذه وهي عبادة الأوثان وإنا على آثارهم مهتدون أي نحن على طريقة آبائنا في عبادة الأصنام والشرك مع الله سبحانه وتعالى فقال عز وجل إن هذه ليست بطريقة آبائكم إنما طريقة إبراهيم عليه السلام وهو من تنتسبون له وتفتخرون بذلك هي طريقة التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له هذه هي طريقة أبيكم إبراهيم عليه السلام فإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء عليه السلام وهو باني البيت وساعده ابنه إسماعيل عليه السلام وكانوا كما وكانت قريش تفتخر بذلك وتنتسب إلى إبراهيم عليه السلام فالله عز وجل ذكر لهم
إن طريقة إبراهيم عليه السلام هي التوحيد وليست الشرك. قال عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه، أي واذكر إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، وأبوه كان يصنع هذه التماثيل وقومه كانوا يعبدونها، إنني براء مما تعبدون، إنني براء مما تعبدون، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إنني براء، براء هذا مصدر، والمصدر أبلغ، إنني براء مما تعبدون، إلا الذي فطرني. وهذه معنى كلمة لا إله إلا الله. لا إله نفي وبراء، لا إله نفي المعبودات الباطلة من دون الله وبراء منها، إنني براء متبرئ من هذه الآلهة الباطلة ومتبرئ منكم أيضا حتى تؤمنوا بالله وحده. إلا الله، إلا الذي فطرني، هذا إثبات، إثبات وولاء، إثبات للألوهية الحقة لله وحده وولاء له عز وجل. فلا بد من الولاء والبراء، ولاء لله أي محبة وتعظيما له عز وجل، وخضوعا واستسلاما ومتابعة ونصرة، ولكتابه ولرسله وللمؤمنين الصالحين، كما قال عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله. والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهؤلاء هم حزب الله عز وجل. فالمؤمن يتولى الله عز وجل، يعني يحبه ويعظمه وينزهه ويتابعه عز وجل، يمتثل أمره ويجتنب نهيه، ويحب ما يحبه الله. كل ما يحبه الله المؤمن يحبه، ويبغض ما يبغضه الله. وبراء، براء من المعبودات الباطلة، وبراء من عابديها أيضا، كما قال عز وجل: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. فإبراهيم عليه السلام أعلن لأبيه وقومه أنه بريء مما تعبدون، إلا الذي فطرني وحده، فطرني أي خلقني سبحان الله. هذا أعظم دليل على الألوهية، أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو خالقنا وخالق كل شيء. من أعظم الظلم أن نصرف العبادة لغير خالقنا، كيف؟ كيف نعبد غير الذي خلقنا؟ له خالقنا، ربنا، مليكنا، رازقنا، ولي نعمتنا عز وجل سبحانه وتعالى، كيف نعبد غيره؟ كيف نصرف الشكر لغيره؟ هذا ظلم. لذلك قال الله عز وجل عن لقمان وهو يعظ ابنه، قال: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. لماذا؟ لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، هذا هو الظلم.
الظلم بمعنى النقص وبمعنى وضع الشيء في غير موضعه. فالمشرك ظالم لأنه وضع العبادة في غير موضعها، كما أنه يتنقص رب العالمين عندما يشرك معه غيره عز وجل سبحانه. فهذا هذه كلمة التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إلا الذي فطرني أي وحده هو الذي أتولاه وأعبده وحده لا شريك له فإنه سيهدين. والسين هنا للمستقبل القريب، كما هداه الله عز وجل في صغره وآتاه رشده كذلك الله عز وجل سيهديه، سيرشده وسيوفقه وسيسدده ويبين له الصراط المستقيم الموصل إليه سبحانه وتعالى، فإنه سيهديه. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، جعل كلمة لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه. قال ابن عباس وغير واحد هي كلمة لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. فإبراهيم عليه السلام وصى بنيه بهذه الكلمة العظيمة، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فوصى إبراهيم عليه السلام بني بهذه الكلمة العظيمة، وبنوه وصوا أبناءهم بهذه الكلمة العظيمة أيضا، فلا يزال في عقبه من يقولها أي يقول لا إله إلا الله. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وكلمة هنا تطلق على الكلام، الكلمة تطلق على الكلام إذا كانت مثالا سائرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيب، ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف هذا البيت من الشعر بأنه أصدق كلمة، أصدق كلمة قالها شاعر هذه الكلمة، لأنها كانت محفوظة: ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. فإذا كانت الكلمة مثلا سائرا فيطلق عليها كلمة، أو كانت شعارا فتطلق عليها كلمة. فلا إله إلا الله شعار التوحيد وشعار المسلمين، لذلك سميت كلمة، سميت كلمة مع أنها كلام عدة كلمات، لكن يطلق على الكلام كلمة إذا كان شعارا، إذا اتخذ شعارا فيسمى كلمة. فأعظم كلمة هي كلمة لا إله إلا الله، الكلمة المقدسة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وخلق الجن والإنس وجاء وحقت الحاقة وقامت القيامة وانقسم الناس بسببها إلى شقي وسعيد. بسبب هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، كلمة النجاة، من أتى بها يوم القيامة نجا، من أتى بها يوم القيامة نجا وكان من أهل السعادة.
وأما من لم يأتي بها فقد شقي وخاب عياذا بالله تعالى وصار من أهل الشقاوة. نسأل الله العافية. كلمة لا إله إلا الله. فيقول الله عز وجل لهم: إنما تدعون أن هذا الدين هو دين آبائكم وأنتم على آثارهم مهتدون أنكم كاذبون في ذلك، فإن إبراهيم عليه السلام الذي تنتسبون له وتفتخرون بنسبتكم له لم يكن مشركا، لم يكن يعبد هذه الأصنام، إنما كان يعبد الله وحده لا شريك له، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بنيه بالإسلام وبكلمة لا إله إلا الله. أول من غير ملة إبراهيم عليه السلام هو عمرو بن لحي الخزاعي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، أي يجر أمعاءه ويتأذى الناس برائحة بطنه، عياذا بالله، أي يتأذى أهل النار برائحة بطنه عياذا بالله، يجر قصبه في النار. هذا هو الذي غير ملة إبراهيم حنيفا وجعل الأصنام حول الكعبة وحملهم على عبادة الأصنام فعبدوها من دون الله، وكان هناك من يعبد الله وحده لا شريك له. سبحان الله، لا يزال في ذريته من يقولها. من قريش كان يقول لا إله إلا الله؟ الحنفاء، أطلق عليهم الحنفاء، كزيد بن عمرو بن نفيل وورق بن نوفل وقص بن ساعدة وأمية بن أبي الصلت، فهؤلاء، وكان شاعرا من العرب، كانوا يسمون بالحنفاء، أي يعبدون الله على ملة إبراهيم عليه السلام، بل وكانوا يدعون أقوامهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قص بن ساعدة هذا خطيب العرب ومشهورة له خطبة في توحيد الله تعالى، وكذا زيد بن عمرو بن نفيل كان يقف في الكعبة ويدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيهم من يقول لا إله إلا الله. لذلك من مات مشركا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو في النار. لماذا؟ لأنهم كانوا يعلمون لا إله إلا الله، وكانوا يعلمون ملة إبراهيم عليه السلام، لكنهم تركوها لعبادة الأصنام. فلذلك عياذا بالله تعالى من مات منهم فهو في النار. فهذا عبد الله بن جدعان كان يصل الرحم وكان يطعم المسكين وكان، فقالت عائشة رضي الله عنه: فهل ذلك نافعه يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كان مشركا، فهذا لا ينفعه، هذا لا ينفعه. وكما ذكرنا لا يزال في ذريته من يقولها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهم. ثم يقول عز وجل: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق، يعني متع الله عز وجل هؤلاء المشركين من قريش الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله عز وجل، وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أي في ضلالهم، فلما جاءهم الحق أي الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، ورسول مبين أي بين النظارة والرسالة ومحمد صلى الله عليه وسلم، ماذا قالوا؟ ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر، قالوا على الحق الذي
هو عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة الأصنام. قالوا هذا سحر، أتى محمد بسحر يفرق به بين الأب وابنه وبين الزوج وزوجته والأخ وأخيه، فهذا ما اتفقوا عليه ليصد الناس عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا به كافرون، عياذا بالله، هذا سحر وإنا به كافرون، جاحدون لهذا الحق، وهذا كله عمادا واستكبارا وحسدا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من حسدهم قال الله عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم ولد يتيما وكان فقيرا صلوات الله وسلامه عليه. فقالوا لولا دي أداة حض، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، القريتان مكة والطائف، رجل عظيم من عظماء مكة من عظماء الطائف، ينزل عليه القرآن، ينزل على هذا اليتيم الفقير الذي ليس له مال وليس له كذا وكذا وكذا، هذا كله قالوه إيه؟ حسدا للرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول الله عز وجل ردا عليهم وردا على كل حاسد: أهم يقسمون رحمة ربك؟ هل هذا لكم؟ هذا استفهام للإنكار والنفي، هذا ليس لكم، الله هو الذي يقسم الأرزاق ويؤتي رحمته من يشاء، وهو أعلم عز وجل أين يجعل رسالاته سبحانه وتعالى، من هو أطيب الناس وأزكاهم نفسا وقلبا، فبعثه الله عز وجل كما ذكر صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث: إن الله نظر في قلوب العرب والعجم فمقتهم إلا غبر من أهل الكتاب، بقايا من أهل الكتاب. والله عز وجل اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فقال عز وجل سبحانه وتعالى ردا على هؤلاء المشركين: أهم يقسمون رحمة ربك؟ هذا ليس لكم، هذا لله سبحانه، وهو أعلم حيث يجعل رسالاته وينزلها عز وجل على أزكى خلقه قلبا ونفسا وأشرفهم بيتا وأطهرهم أصلا. ثم قال عز وجل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. أي حاسد؟ الرد عليه هذه الآية: أهم يقسمون رحمة ربك؟ هل أنت الذي تقسم رحمة الله؟ هل أنت مقسم الأرزاق؟ الله تعالى وحده مقسم الأرزاق، وهو عز وجل الذي فاوت بين عباده. قال سبحانه: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. سبحان الله، الله فاوت بين خلقه في المال والرزق والفهم، في المال الرزق والفهم فاوت الله بين خلقه، ولو تفكر كل واحد منا فيما أعطاه الله لوجد فيما أعطاه الله غنية عن التفكير في غيره، فكل منا أعطاه الله عز وجل عطاء عظيما، لكن
فكر في هذا العطاء، فكر في هذا العطاء، ومن ذكر الله ذكر نعمه، اذكر نعم الله عز وجل عليك. فالله مقسم الأرزاق، فنعوذ بالله من الحسد، والحسد هذا موجود في قلب الإنسان، لكن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الكريم يستر واللئيم يظهر. الكريم يستر ذلك في نفسه واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأما اللئيم يظهره، أي يظهر حسده. والحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة من الآخرين، ويتمنى أن تكون له وحده. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الله سبحانه وتعالى فاوت بين الناس ورفع بعضهم فوق بعض درجات. الدعاوى الكاذبة، دعاوى المساواة، هذه دعاوى كاذبة، لأنك إذا نظرت لهؤلاء الذين يدعون إلى ذلك تجدهم هم الذين يسخرون من الناس، والذين عندهم عنصرية. مثلا في أمريكا هناك قرى، هناك مدن للبيض محرم على السود أن يدخلوها، ثم إذا بهم يرفعون شعارات المساواة ولا يقبلون أبدا بالسود أن يكونوا معهم. هتلر هذا الذي دمر العالم، دمر العالم بماذا؟ لماذا؟ قال: لأن الجنس اللاري اللي هو الألماني أشرف الأجناس، ولابد أن العالم كله يكون خدم للجنس ده. وكذلك أمريكا وغير أمريكا، أمريكا تقول هي سيدة العالم. مين الناس دول؟ مين العرب دول اللي عندهم بترول وعندهم دول؟ دي حاجتنا، احنا اشرف جنس، فالمفروض ان هذه الثروات لنا نحن وليست للعرب ولا لغيرهم. ويرفعون شعارات مزيفة يضحكون بها على السذج من الناس، وهم في الحقيقة لا يعيشون الطبقية المقيتة والعنصرية في أشد صورها الأليمة، ولكن يرفعون هذه الشعارات من أجل نهب أموال الناس وأخذ أموال الناس. الله سبحانه فاوت بيننا، سبحان الله، فاوت بيننا ورفع بعضنا فوق بعض درجات، وده مبدأ اجتماعي ونظرية اجتماعية معلومة. فالإنسان مدني واجتماعي بطبعه، لا يمكن الواحد منا أبدا أن يعيش بمفرده. الناس للناس، وإن لم يشعروا بعضهم لبعض خدموا. أنا بخدمك وإنت بتخدمني، وإلا لا نستطيع أبدا أن نعيش بدون ذلك. أنت مثلا في حاجة لطعام وشراب، أنت طبيب تطبب الناس، من هذا؟ هل أنت باستطاعتك إنك تروح الأرض الزراعية تجيب ما يلزمك من خضار وثمار، وفي نفس الوقت عملك تطبب الناس وغير ذلك؟ هل تستطيع؟ هل واحد منا يستطيع ذلك؟ لا يمكن. إنما فلان هذا سبحان الله يذهب لي من الفجر يروح يشتري الطماطم ويشتري كذا وكذا ويجي ويعرضها ويبيع، وفلان ده يروح يشتري كذا وفلان كذا، فأنت بتروح تشتري من ده اللي أنت عايزه، وهو مريض محتاج ان يتعالج او يعالج ابنه يرجي لك انت تعالجه. يبقى كلنا في دايرة ايه؟ بنخدم بعض وان لم نشعر. دليل ذلك من القرآن، ليبص: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ليه؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. سخريا يعني ايه؟ من التسخير، يعني مش من السخرية، من التسخير،
يعني بعضنا يستخدم بعضا في العمل. أنا فلان أحتاج إلى أجير، مثلا عندي محل أحتاج لأجير، فأنا محتاج واحد يشتغل عندي من الساعة كذا للساعة كذا بأجرة كذا. يبقى أنت هنا إيه؟ استخدمته وسخرته يشتغل عندك الفترة دي بأجر كذا. وانت بتشتغل في شركة، والشركة دي لها صاحب ولها مدير، والمدير ده انت بتشتغل عنده، يبقى مسخرك تشتغل عنده الفترة اللي هي من الساعة كذا للساعة كذا بمقابل كذا وكذا. سبحان الله، كلنا كده، كل البشر كده، حتى رئيس الجمهورية موظف، موظف، وفلان موظف، والوزير موظف، كله موظف، وكله بيشتغل وكله بيعمل. رفع الله بعضنا فوق بعض درجات، ليه بقى؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. سبحانه وسبحان الله، ورحمة ربك خير مما يجمعون، يعني رحمة الله بخلقه خير مما بأيديهم من المال ومتاع الدنيا. والله الحمد لله. كيف ذلك؟ انظر للآية التي بعدها، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة. كلمة أمة هنا بمعنى جماعة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني جماعة واحدة متجمعة على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. يعني لولا أن يجتمع الناس على الكفر ويكفرون بالله عز وجل لجعلنا للكفار، وسعنا عليهم الدنيا وجعلنا بيوتهم سقف من فضة، تبقى السقف من فضة، ومعارج عليها يظهرون، المعارج السلالم، يظهرون يعني سلالم من فضة لما يريدون أن يصعدوا إلى أسطحة منازلهم، ولبيوتهم أبوابا، حتى الأبواب من فضة، وسررا عليها يتكئون من فضة، وزخرفا، الزخرف الذهب. انظر بقى لما يكون بيت، البيت اللي ايه؟ الكافر بيته كده من ذهب وفضة، ماذا ستفعل؟ ماذا سيفعل الناس؟ ستكون فتنة للناس، فتنة للناس. الكافر ربنا موسع عليه، وانظر تعيش في بيت من فضة وذهب، كل حاجة فضة وذهب، وإحنا كمسلمين عايشين في فقر، عايشين في قلة. كيف ذلك؟ كيف يوسع الله على الكافر ويضيق على المسلم؟ يبقى دي فتنة ولا مش فتنة؟ فتنة، فتنة للمسلم. فمن رحمته عز وجل لم يفعل ذلك. والله عز وجل إن فعل ذلك للكافر فإنه عز وجل يفعلها لماذا؟ لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي ما سقى منها كافرا شربة ماء. لذلك يقول سبحانه وتعالى وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وإن كل ذلك، إن هنا مخففة من الثقيلة بمعنى النفي، يعني هنا إن نافية، وإن كل ذلك لما، ولما بمعنى إلا، وإن كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين.
لذلك الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، أما الآخرة فهي للمتقين خاصة لا يشاركهم فيها غيرهم. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده المؤمنين أنه عز وجل لم يفعل ذلك، فالكافر يعوضه في الدنيا كثرة مال وولد في مقابل الحسنات التي يفعلها، يعني إن فعل حسنة يجازيه الله بماذا؟ يجازيه بكثرة الأموال، يجازيه من الدنيا. ليه؟ إن الكافر ملوش عند ربنا حسنة، إنما المؤمن يجازيه الله بالحسنات ويكفر عنه السيئات. فإذا وافى الكافر القيامة لم يجد عند الله إلا النار، لأن حسناته وفاها الله إياه في الدنيا، وهي إيه؟ من الدنيا. أما المؤمن فالله عز وجل جعل الآخرة له، هي إيه؟ له وحده، الجنة له وحده لا يشاركه فيها غيره. فسبحان الله، لذلك الدنيا هذه يصبر عليها المؤمن، يصبر عليها المؤمن. فالدنيا هذه سبحان الله لا تساوي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما آل من نسائه، يعني أقسم أنه لا يجامعهن في البيوت، وجلس في مشربة له، فدخل عليه عمر رضي الله عنه فوجده نائما على حصير قد أثر في جنبه، فبكى عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هم فيه من الدنيا وأنت رسول الله، خيرته من خلقه. فقال صلى الله عليه وسلم: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ إن هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، إن هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولكم الآخرة؟ لذلك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يمنع عن العبد المؤمن بعض الدنيا لرحمته به وشفقته به، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضة خشية الداء. يعني الواحد مننا لو ابنه مريض والدكتور قال له لا تطعمه كذا، فجي لك ابنك يقول لك أنا عايز آكل كذا، وأنت لا تريد أن تطعمه ما حبك له خشية الداء عليه. رب العالمين سبحانه يحب عبده المؤمن ويمنعه من بعض الدنيا خشية الفتنة عليه، لأن من الممكن أن تفتح عليك الدنيا فتغرقك وتهلك، فيسد الله عز وجل عنك الأبواب، وهذه من رحمة الله عز وجل. فالمؤمن يصبر على الدنيا ودائما يضع الجنة أمام عينيه ويستعين بالله عز وجل ويسأل الله عز وجل الكفاية، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي الكفاية. يسأل ربنا أن ربنا يرزقه ما يكفيه عليه الصلاة والسلام. ومات صلى الله عليه وسلم وما شبع من الدقل، الدقل رديء التمر، ولما رأت عائشة رضي الله عنه الرغيف الحواري اللي هو الرغيف المخبوز بالدقيق الأبيض،
فبكت رضي الله عنها وقالت: لقد مات صلى الله عليه وسلم ولم يرى هذا عليه الصلاة والسلام، ولم يرى، شوف الرغيف الأبيض ده ما شافوش الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يرى هذا صلوات الله وسلامه عليه، وهو خير خلق الله وأشرف خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن ليس فتح الدنيا على أحد كرامة من الله له، ولا تقتير الرزق على أحد من إهانة الله له، لا، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. نسأل الله أن يجعلنا كذلك. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.